اهلا بكم اعزائي المشاهدين عوده مره اخرى الى استوديو الهواء عن غرز الاسنان. ده هيكون حديثنا في الدقائق التاليه. معنا ضيفنا اليوم الدكتور احمد عبد المنعم استشاري زرع الاسنان بولايه كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه. برحب بحضرتك يا دكتور. 15 سنه في امريكا يا دكتور، وقت طويل، لكن عوده بقى بسبب مؤتمر مش كده؟ بنقعد كل سنه بسبب مؤتمر. الحمد لله على سلامة حضرتك، ودي فرصة طبعا ان احنا يعني نتعرف على الجديد فيما يخص غرز الأسنان في أمريكا. لكن عايزة أسأل حضرتك في البداية، التاريخ غرز الأسنان كان إزاي؟ هو تاريخ غرز الأسنان ابتدى في الستينيات في السويد في أوروبا، وكان هم جراح العظام بيحطوا مسامير من نوع التيتانيوم في الركب، فوجدوا ان العظم بيلتحم في هذه المسامير، فقالوا طب احنا هننقل الفكرة دي للعظام الفكي ونشوفها، وابتدوا يعملوا أبحاث. وفي اوائل الثمانينات ابتدت تاخد انتشار في الدول الثانيه، وبدينا نعملها في الثمانينات، وطبعا خدت انتشار واسع جدا في التسعينيات في مصر بقى. يعني مصر كانت في التسعينيات ابتدت واخده انتشار كويس، مظبوط. نقدر نقول نسبه النجاح يا دكتور نسبته كام؟ عالية جدا. نجاح غرز الاسنان، نجاح غرز الاسنان فوق ال 90%، فوق ال 95%، وده يعتبر نسبه عاليه في اي عمليه ثانيه، تدخل في اي تدخل. طيب طبعا زرع الاسنان بيبقى في اللثه، يعني احنا فاهمين ان هي بتبقى ما فيش سنه، فاحنا بنحاول ان احنا مكان السنه دي نحط الجدر ونحط السنه نفسها الى اخره، ولا في كلام تاني؟ ولا ممكن نعمل زرع اسنان على جدر سنه قديمه؟ لا، ما ينفعش نعمل زرع اسنان على جدر سنه قديمه، بس ده السؤال ده مهم، لان انا عايز اشرح ايه هو السنه بتتكون من ايه عشان نقدر نشوف. السنه بتتكون من جزئين، جزء اللي هو الجدر اللي هو تحت اللثه، وجزء اللي هو السنه اللي هو فوق اللثه اللي احنا بنسميها التاج. جزء الزرع بيعوض الجدر، يبقى غرس السنه بيعوض الجدر، هو بيعتبر عن مسمار بلاتين بيخش مكان الجدر، وبنستنى لمده شهرين ثلاثه لحد ما العظم يلحم حواليه، وبعد فتره بنحط السنه فوقيه. يعني معنى كده يا دكتور ان في بعض المرضى بيتخيلوا ان هم هيدخلوا يزرعوا السنه، يدخلوا من غير سنه، يطلعوا من عياده الدكتور بسنه. ده هي الموضوع بياخد وقت، الاول نحط الجدر الغرزه، وبعد كده بعديها بشهرين لغايه لما تتاقلم الغرزه مع او العظام تتاقلم مع الغرزه، بعد كده يتركب عليها السنه بعد كده. مظبوط. وبس في بعض الحالات بنضطر نحط السنه على طول في نفس الوقت، بيسموه الزرع الفوري، وبس ده بيبقى احتمالات نجاحه اقل شويه من الزرع اللي احنا بناخد فيه وقت احسن. طيب في كل مكان في اللثه بتتقبل، يعني عايزه اقوله ان في اللثه، هل في مناطق معينه ما بتحبوش تيجي وعندها لما نيجي نتكلم عن غرز الاسنان، ولا كل منطقه الفكين بتبقى قابله للغرز؟ هي تقريبا عظام الفكين سواء الفك العلوي ولا الفك السفلي بيبقوا قابلين للغرز طالما احنا عندنا كميه العظم متوفره. طالما عندنا كميه العظم متوفره بنقدر نعمل كده. لو في حاله ما فيش بقى عظم متوفر، يا اما بنضيف عظم، يا اما بنركب غرسه صغيره الحجم، يا اما بنحاول نعدي المنطقه دي ونروح منطقه ثانيه، او نقدر نعمل بدائل اخرى للعلاج زي الكوبري او الاطعمه المتحركه. طيب انا اتصور ان موضوع يعني ان احنا نحط عظم دي موضوع كبير، يعني وهياخد يعني فلوس كتير ووقت كمان كتير، يعني عمليه جراحيه ان احنا نحط عظم في منطقه في منطقه الفكين دي، مش كده؟ مظبوط. بس هو احنا بنجيب من فين العظم؟ دلوقتي العظم بيتجاب بدائل، بنجيبها بدل ما بنعمل عمليه جراحيه ثانيه في جزء ثاني من الفك، بنجيب العظم ده كبدائل من ضمن مثلا من حيوانات زي مثلا البقر، وبنحط العظمه وبنستنى عليها شويه، وممكن نحط الغرسه مع العظمه في نفس الوقت، وممكن نحط العظم ونستنى وبعدين نحط الغرسه بعد فتره. طب كويس. دكتور هل في امراض بتمنع غرز الاسنان؟ السكر مثلا على سبيل المثال، او هل هناك تحاليل لازم تتعمل قبل غرز عمليه غرز الاسنان بيطلبها الدكتور بشرط ان هو يعرف ايه موقف الصحي للمريض ده؟ ده بالتاكيد هو اهم حاجه ان هو العيان يشوف الدكتور ويسال الدكتور ايه الاختيارات المتاحه لتعويض فقدان السنه. كويس. والدكتور بتعرف بدوره بياخد اسئله طبيه ويشوف الاعراض الطبيه والادويه اللي بياخدها العيان، وفي نفس الوقت بيقدر يعمل اشعه يشوف حجم العظم المتوافر وكميه الامراض اللثه اللي موجوده، فبيقدر يقول للعيان في امكانيه ان احنا نحط غرسه ولا لا، وطبعا ده بيرجع برده لدكتور اسنان وامكانيه تعليمه في هذا المجال. كويس. لكن هشاشه العظام يا دكتور برده لو مثلا حد غالبا بيبقوا سيدات، يعني مع ان الرجال كمان عندهم هذه المشكله، لكن هشاشه العظام هل بتمنع غرز الاسنان؟ هو طبعا هشاشه العظام من احدى الحاجات اللي هي مش عايزين نقول انها مانع
قوي لغرس الاسنان، بس هي من ضمن العوامل اللي بتساعد على عدم نجاح غرس الاسنان. فعشان كده لازم نعرف هل هم بياخدوا ادويه لها ولا لا. في بعض الادويه بتتاثر بيها غرس الاسنان فما نقدرش نعملها، او بنوقف هذه الادويه، او بنشعمل نشوف العظام هل موجوده بكميه مكثفه عشان نقدر نحط الغرسه فيها. غرس الاسنان احنا عارفين هو مكلف، التكلفه بتاعته ترجع لايه؟ هل الماده اللي بتكون موجوده في داخل اللثه اللي هي الجدر نفسه بتاع السنه، ولا الدقة، ولا السنة نفسها اللي بتركب بعد كده؟ هو ترجع لثلاث أسباب. السبب الأولاني إن الشركات اللي بتعمل غرس الأسنان طبعا شركات معظمها في الخارج، وبتتكلف تقنية عالية، ولازم تثبت بحوثات عالية جودة طويلة عشان الناس تثبت إن الحاجات دي تقدر نعملها في الفم. فدي طبعا بتبقى عامل تكلفة. العامل الثاني هو عامل المعامل، المعمل لازم يعمل سنة بتتركب على الزرعة. العامل الثالث هو عامل طبيب الأسنان. عشان طبيب الأسنان يبقى متمرس في غرس الأسنان بيروح أبحاث ومؤتمرات وبيدرس في الجامعة دراسة إضافية عن طب الأسنان العادي. كويس. فده بيضطر إن هو التخصص بتاعه شوية بيبقى نادر بالظبط، وشوية بيبقى هو نفسه مكلفه بالظبط. فدي كمان عامل تكلفة الدكتور عامل برضو عالي في الحاجة زي كده. فهم الثلاث عوامل دول بيساعدوا إن غرس الأسنان بيبقى عالي. بس طبعا بالوقت بنشوف الحاجات دي بتبتدي ايه، بتاخد منحنى ثابت او منحنى يعني السعر بينزل شويه فيها. كويس. لكن دكتور يعني واضح ان هي دي عمليات لا تحتمل الخطا. النهارده لما نكون احنا بنتكلم في مليمتر، في جزء من المليمات فيما يخص، انا بتكلم عن بالذات جزئيه اللي هي الغرزه اللي هي بتبقى داخل الفك نفسها، اعتقد ان هي اي خطا بسيط بتبقى يعني الموضوع بيبقى احتمالات نجاحه بتبقى ضعيفه جدا. هو حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، هو ايه؟ مضاعفات غرس الاسنان. وده اللي بيسموه الدراسات اللي بتتعمل حاليا، واللي احنا بنحاول نوضحها لزملائنا اطباء الاسنان ازاي يتجنبوا مضاعفات طب الاسنان. وده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله في مؤتمر اسكندريه الجاي في نوفمبر، ان احنا ازاي ان احنا نتجنب مضاعفات غرس الاسنان. بالنسبه ايه الخطوات اللي ياخدها طبيب الاسنان عشان يتجنب هذه المضاعفات. انما طبيب الاسنان اللي هو بيعمل ياخد كل النتائج من العيان ويناقش معاه الاختيارات وياخد التحاليل والاشعه، وفي نفس الوقت يكون عامل تشخيص جيد للحاله، بيقدر يتبع الحاله، والحاله بيبقى فيها نسبه نجاح عاليه جدا. وطبعا بعض الاخطاء يمكن علاجها، لكن الاخطاء مش قويه يعني، مش هنقول انها اخطاء مميته ولا حاجه، بس طبعا يمكن علاجه. وفي طبعا متخصصين اكتر خبره ممكن نحولهم ان هم يعملوا يعالجوا هذه الاخطاء او يعالجوا هذه المضاعفات.